الحلقة بتاعت النهاردة بسيطة جدا جدا جدا، لا تعبر إلا على مدى الجهل والتخلف اللي احنا عايشين فيه ومش عارفين نخلص منه، ألا وهو إن المصري فصيل من المصريين، بل نسبة كبيرة جدا لكلك بدون علم بدون وعي بدون إدراك، وده أحيانا بيؤدي إلى كوارث، بيؤدي إلى فتنة طائفية بالك. فالأخ المحترم بقى هتكلم في ملف اللاجئين. طبعا انا بعتت لي رسائل، هو يا دكتور الحدود هو بعتت له رسائل، هو مهم جدا يا دكتور، هو دكتور واخد بالك، مع اي حد انا بقيت دكتور واخد بالك انت ازاي، هو دكتور وانا طبيب الفلاسفه واخد بالك. فملف اللاجئين الاخ معاه موبايل فون بيتكلم عن ملف اللاجئين، نسمع بيقول ايه الاخ مقفوله مع السودان. بصوا يا جماعه، الحدود لازم تتقفل مع السودان. ليه بقى لازم تتقفل؟ طبعا انتوا عارفين رايي ان السودانيين اهلنا وكل حاجه وعلى راسنا من فوق، مفيش مشاكل في الموضوع ده. ماشي ماشي، بيمسح جوخ الاول النرجسية وبعد كده ايه، عنده احقاد هو، الاغتصاب والتحرش وضرب المدنيين في مدني والجزيره على ايد ميليشيات الدعم السريع واذلالهم، ما بتقولش ان انا والله افتح الحدود للناس وادخلهم واهدد الامن القومي، لان ده بقى هيبقى تغيير ديموغرافي للبلد. لما يدخل ملايين باعداد كبيره ده هيكون الناس دي عايزه بلدك امنه ومستقره وفيها خير وفيها بترول، بتدمرها ليه؟ حصل الكلام ده في ليبيا وحصل في سوريا وحصل في العراق وحصل في اليمن وحصل، بتدمروا بلادكم ليه؟ ترجعوا تشحتوا بلد تفتح لكم الحدود عشان تعيشوا فيها بس امنين بعد ما كنتوا عايشين في بلدكم. وطبعا هم مش هيتفضلوا، فطبعا لازم الحكومه تاخد قرار قوي، والقرار ده خدته الدوله التركيه لانها رحلت اهلنا هنا وخلاص. المفروض بقى بالنسبه للناس اللي دخلت تبتدي الدوله المصريه تتصرف في ملف اللاجئين ده بشكل بقى حاسم شويه. يعني مثلا اهلنا السوريين خلاص، يعني الحرب في سوريا انتهت والموضوع خلص، اهلنا كده اولى بيك، ولو انت بعت بلدك فانا بايعك. يعني لو الحرب تنتهي برضه هيبداوا يتفضلوا يروحوا على بلدهم مره عندهم ويساعدوا الدوله المصريه. ليه مثلا عندي مثلا دخل مليون واحد ضيف عندي من السودان، ليه السعوديه تنقص اخواتنا في اليمن ولا حياه اخواتنا في ليبيا؟ برضه من اغنياء البلد، فالناس دي جت هتجرب وهيقلل العقارات، لان كميه الناس الضيوف اللي جم عندنا دول. خلي بالكم انا عايز اقول برضه حاجه مهمه احقاقا للحق، الناس اللي جت لنا من ليبيا او من السودان او من سوريا، الناس اللي عرفت تطلع من بلدها يعني في ظروف الحرب دي، كل دول اغنياء، دول من اغنياء البلد، فالناس دي جت اجرت شقق واشترت شقق في حتت فخمه وبتعيش وبتشرب وما اشتغلوش، معاهم فلوس معاهم دولارات ومعاهم ذهب. واللي ما هنا النقطه، دولت اغنياء ومعاهم فلوس ومعاهم ذهب ومعاهم دولارات ومعاهم مغاره علي بابا بالصلاه على النبي، وجم عندنا واشتروا شقق وفتحوا محلات وفتحوا بيزنس وشغلوا مصريين وكل حاجة. طب أنا دلوقتي لما أروح الإمارات بشتري شقة بيدوني إقامة ذهبية، الإقامة الذهبيتة، وأفتح بيزنس بيساعدوني واخد بالك، وما بيدفعونيش ضرايب واخد بالك. يعني دلوقتي إحنا بنعترف أو هو بيعترف واخد بالك أنت إزاي، لانه مش واخد باله ان دول يعتبروا مستثمرين، يعني ناس معاهم فلوس وجم واخد بالك انت ازاي، فاهمني؟ فالسؤال هنا، انت بتقول دول لاجئين، لاجئين اولا هم مش لاجئين، هم مستثمرين خلاص. كل انسان بيدور على مكان آمن يعيش فيه
واخد بالك انت ازاي؟ فاهمني؟ انما اللاجئ ده بقى اللي هو ايه، بينط في البحر ويسافر يروح امريكا عن طريق المكسيك ويقعد بدون اقامة سنين ومحدش يقدر يكرش. فاحنا يا محترم كان عندنا 3 4 مليون عايشين في العراق، والعراق اتقامت فيها حرب 8 سنين واخد بالك، والوضع بقى سيء جدا، محدش رحلهم فاهمني. ها عندنا ملايين من المصريين عايشين فين؟ في دول الخليج، خلاص عايشين بقالهم سنين طويلة عايشين، خد بالك انت ازاي. مفيش حد قال لهم يلا امشوا. كان عندنا مصريين ملايين عايشين في ليبيا، مظبوط، ايام القذافي ملايين، ومصريين عايشين في السودان، خلاص. فالقصة هنا كل واحد بيتكلم من خلال أجندة معينة، بالك انت ازاي، ألا وهي نشر الفتنة. نشر الفتنة يعني احنا بندعو دايما ان احنا أمة واحدة، واخد بالك، ها؟ وبالذات السودان ومصر دي تعتبر بلد واحدة، هي أصلا بلد واحدة بس الاستعمار قسمها، فاهمني. فإذا كان هما بيجي لهم دعم من حقوق الإنسان، واخد بالك انت ازاي، بالدولار، فهم بيدخلوا لي دولار، واذا كان جم عندي ومعاهم فلوس وذهب ومجوهرات وبتاع، واخد بالك، وجابوا مغاره علي بابا معاهم، ها، فهو دوت ايه، انتعاش للاقتصاد المصري، بالك. اما بالنسبه لارتفاع الاسعار فدوت ينصب بدخل زياده لينا، لان هم اللي بيدفعوا في ارتفاع الاسعار، لان المواطن المصري معهوش يدفع، معهوش يشتري اي حاجه، ها، لان هو معهوش اصلا، فاهمني. ها فالعاله على الاقتصاد ليس اخواتنا الضيوف، ولكن العاله على الاقتصاد المصري، ها، الزياده السكانيه اللي هي زدت 20 مليون خلال فتره وجيزه 10 11 سنه او 12 سنه او 13 سنه، من اول ما طلعت عليكم كانت تعداد 90 مليون، النهارده 110، وزدنا 15 مليون، فهو دوت اللي ايه، اللي اكل التنميه، واخد بالك، وتسبب في زياده الاسعار وشح الموارد، واخد بالك انت ازاي. ها وبعد كده الحرب الاوكرانيه والكورونا والاقتصاد العالمي المنهار، واخدين بالكم انتوا ازاي، فاهمني. فاحنا مش الدوله الوحيده اللي بتعاني، دول افريقيا كلها بتعاني، الارجنتين بتعاني، نسبة تحت خط الفقر في لبنان 80%، واخد بالك انت ازاي، فاهمني. ف اللي انا عايز اقوله ان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، حتى لو هم مش اغنياء، واخد بالك انت ازاي، ان ندخلهم عادي، واخد بالك، لان كل انسان من حقه ان يجد الايه، المكان الامن انه يعيش فيه، فاهمني، او من حق كل انسان انه يختار المكان اللي يعيش فيه حتى لو ما عندوش ظروف. فالامارات مثلا، ها، اي انسان في هذا الكوكب ممكن يروح الامارات يشتري شقه ويدوله الاقامه الذهبيه، واخد بالك، يفتح بيزنس، ما يدفعوش ضرائب ويساعدوه، ما يقولوش يلا امشي، فاهمني انت ازاي؟ فاذا كانوا هم عملوا مشاريع، اخواننا السوريين ولا السودانيين ولا اخواتنا الليبيين، ها، واخد بالك انت ازاي؟ فدوت ساعد في الاقتصاد، شغل الاقتصاد، بيدي بوست للاقتصاد، يعني بيساعد في الاقتصاد، بيفتح مشروع بيشغل عنده مصريين، واخد بالك انت ازاي؟ بيشتري عقارات، ها، بيخش علينا ضرائب عقارية ضخمة جدا من هؤلاء، إنما المصري معهوش يدفع أي حاجة، لأنه هو أصلا معهوش يدفع حتى نص مليون أو ربع مليون، معهوش 250,000 جنيه، فاهمني أنت إزاي، فاهمني. فأنت النهاردة الجنيه ما بيسويش حاجة،
بالك، ودولت داخلين عندك بالعملة الصعبة واشتروا، يعني انعشوا السوق العقاري، انعشوا السوق العقاري في مصر. بالك انت ازاي فاهمني؟ اما مشكلة الناس اللي مش لاقية سكن، فهي دي مشكلة الحكومة انها توفر لها السكن الاقتصادي، زي اوضه وصاله، زي استوديو، خد بالك، باسعار مناسبه جدا جدا جدا، فاهمني؟ فانت ما تبصش للي بيشتري فيلا واللي بيشتري قصر واللي بيشتري صف اول على البحر وصف تاني واللي بيشتري في منتجع واللي بيشتري مش عارف ايه، لان دي ناس معاها فلوس. خلاص، ايه الفرق بينك ان انا اروح الامارات دلوقتي، خد بالك، في دبي اشتري في احلى احسن مكان انا عايز اعيش فيه، واخد بالك؟ ها، وليه اروح اعيش في الامارات؟ لان هي بتدعمني لو فتحت بيزنس، وبتديني الامان اقامه لان انا اشتريت عقار. ها ها، تالت حاجه الامان، امشي في الشارع احس بادميتي، واخد بالك، مفيش جريمه، نظافه، نظافه، واخد بالك انت ازاي فاهمني؟ ها، يعني بتديك كل المميزات، واخد بالك. ها، فانت عايز تعمل، انت جاي عايز تعمل قانون لنفسك، ها، عايز تعمل قانون، قانون يحجر على ناس جت بلدي انا تستثمر فيها وتفتح مشاريع، فاهمني انت ازاي؟ ها، فهتبص تلاقي التفكير عندنا يا جماعة ضحل جدا، ضحل جدا، بدون رؤية، بدون دراسة، بدون علم، خد بالك انت ازاي، بدون استراتيجية. يعني انت بتحاول تنشر الفتنة الطائفية، خد بالك انت بتحاول تنشر الفتنة الطائفية، واخد بالك، واحنا بنحاول ان احنا نلم اللحمة العربية، واخد بالك انت ازاي، والاخوة العربية، عشان نقدر نساعد بعضنا في التنمية. فانت بندور على الرز، احنا مش بندور على الرز، فين الرز؟ الرز شاط، ما فيش رز. هو كل واحد جاب له موبايل فون، واخد بالك، يقول لك انا الدكتور فلان بيسالوني. يا جماعه مين بقى الجماعه اللي بيسالوك دول؟ ها، شويه ناس جياع. رسائل. هو يا دكتور الحدود، هو يا دكتور، عايز اعرفك ان انا دكتور. دكتور ايه بقى؟ ما تفهمش، احنا بقى عندنا دكاتره كتير وفلاسفه كتير وعباقره كتير، ولكن وضعنا مزري جدا، وضعنا مزري جدا. ليه بقى؟ لان الجهل والتخلف والحقد والكراهيه، واخد بالك، بقول لك عندهم فلوس، وبصوا عندهم فلوس ودولارات. ليه مثلا عندي مثلا دخل مليون واحد ضيف عندي في الاخر لحد عايز بتنقص حياه اخواتنا في السوق؟ ده يبقى قرار دوله بقى، ده قرار الناس اللي جات لنا من ليبيا او من السودان. فالناس دي جت اجرت شقق واشترت شقق في حتت فخمه وبتعيش وبتشرب، مشتغلوش، معاهم فلوس، معاهم دولارات ومعاهم ذهب، واللي ما طب كويس ان الناس اللي دخلت ما هي الامارات بتدعم الناس اللي معاها مواهب، معاها فلوس، معاها استثمارات، عشان كده دوله عظيمه. ليه ما نقتديش مثلا بالفكره دوله الامارات الشقيقه، واخد بالك انت ازاي، ان احنا نهتم بالبيئه، ويبقى عندنا قانون، والمواطن ما يشتمش في الشارع، ما يقلش ادبه في الشارع، ولو شاف حاجه محطوطه على كرسي ما ياخدهاش، واخد بالك انت ازاي، ويحترم القانون ويحترم المشاه، واخد بالك انت ازاي فاهمني، والدوله تدعم المستثمر، ها، وتدي له حصانه، عشان ما فيش واحد كلب يطلع يقول لك احنا ايه عايزين نمشي الناس وما نمشيش الناس. لما انت عندك الف واحد فتحوا الف مشروع، والالف مشروع دوت مشغل 10 تنفار، 10 مصريين، واخد بالك انت ازاي، ب10,000 مصري، كل مصري بيعول عيله، واخد بالك انت ازاي، ب5 تنفار، اضرب 5 × 10,000، واخد بالك انت ازاي، ها، ادي 50,000، ايه ده، بس لو قلنا بس 1,000 واحد، فهم كلهم اصحاب مشاريع، كلهم مستثمرين. فاتمنى ان الاعلام عندنا يحاول ينمي الوعي والادراك عند المواطن وعند المواطنين،
وإنه يحاسب كل إنسان بيحاول يطعن أو ينشر الطائفية في بلداننا العربية. لك أنت إزاي فهمني؟ ليه بقى؟ لأن إحنا دلوقتي في أزمة، في أزمة، واخد بالك، ودول عربية كتيرة في أزمة. فطبعا اللي معهوش يحط للدي اللي معاه، مالك انت ازاي؟ هيبقى على اساس ايه بقى؟ المحبة والاخوة والرحمة. اتمنى، انا بدعي يعني بدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا من هذه الامراض النفسية التي اصابت كثير من المصريين. ها، بدعي ربنا يرحمنا برحمته، واخد بالك انت ازاي؟ ها، الجهل والتخلف وعدم الإيمان بربنا سبحانه وتعالى. بتسافر أي بلد عربية محدش بيقول لك حاجة، بتشتغل. لبنان كان فيها مصريين كتير، 80% تحت خط الفقر في لبنان، كانت باريس الشرق الأوسط. لبنان بقت 80% تحت خط الفقر، ومش بس احنا اللي بنعاني، ولكن دول كتير في العالم بتعاني، أمريكا نفسها بتعاني، الشعب بيعاني، الأرجنتين بتعاني، بالك أنت إزاي؟ الليرة اللبناني ب25,000 تعمل دولار، واخد بالك أنت إزاي؟ ها؟ التضخم في الأرجنتين 400%، فإحنا الحمد لله اللي إحنا بنلاقي سندوتش فول.